لأهلنا وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات عباد الله. صلى لكم رسول الله صلى الله عليه وسلم في مثل هذا اليوم أن يقدم الناس من طريق ويرجعون من طريق، كما يسن لكم أن تهنئوا بعضكم بعضا فإن هذا من قمة الإيمانية. فكان السبب الصحيح الحمد لله الذي جمعنا اليوم في هذا المقام لنجتمع أمة الإسلام بمناسبة عيد الفطر المبارك. أعاد الله علينا وعلى أمة الإسلام بالخير واليمن والبركات، كل عام والأمة الإسلام بألف خير. إن شاء الله كل عام وانتم بخير يا سيدي، نعاد عليكم بالصحة والسلامة. كل عام وانتم طيبين إن شاء الله وينعاد عليكم بالصحة والسلامة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. واليوم يوم مبارك إن شاء الله. نقول لكم كل عام وانتم طيبين ان شاء الله. السلام عليكم بالصحة والسلامة على الأمة الإسلامية والشعب الليبي والليب بيضاء خاصة. إن شاء الله يعود عليكم الله بالصحة والسلامة، كل عام وأنتم بخير. إن شاء الله ديما طيبين يا رب العالمين، منعيدين يا رب. ربي ألف بيننا وبين قلوبنا يا رب العالمين، واصلح حالنا وأحوالنا يا رب العالمين. اللهم اصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل الوارث منا يا رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وكل عام وأنتم بخير إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نحمد الله كثيرا. اليوم أقيمت في كل ساحات مدينة البيضاء صلاة عيد الفطر المباركة، عاده الله علينا وعلى الأمة الإسلامية باليمن والبركات. كانوا رجال الأمن متواجدين في كل الساحات وفي كل المساجد بمدينة البيضاء. أهل مدينة البيضاء اليوم توجهوا للساحات وللمساجد لإقامة صلاة عيد الفطر المبارك. في هذه المناسبة سعيدة، نتمنى لليبيا الأمن والأمان، نتمنى لليبيا لم الشمل، نتمنى ونتضرع لله العلي القدير أن يحفظ البلاد ويحفظ العباد، كما نتمنى وندعو الله عز وجل أن يحفظ رجال أمننا وأن يدل ولاة أمورنا على الخير وعلى ما فيه الصلاح للبلاد والعباد. كل عام وانتم طيبين ان شاء الله.